تضحيات جسام قدمها أبناء حلب وصولا إلى لحظة التحرير. فالعاشر من شهر شباط الجاري لم يكن تاريخا عاديا للمحامي جدوع المحمد، بل يوما حمل الفخار والعز لوالد الشهداء الثلاثة خالد مصطفى وموسى المحمد. نعم، في حلب قصة أخرى عن معاني التضحية في سبيل الوطن مهما كان الثمن غاليا. بسعدنا نرحب اليوم بوالد الشهداء الثلاثة الأستاذ المحامي جدوع المحمد. الرحمة لكل الشهداء ومبروك نصر حلب. الله يبارك فيك يا رب. أولا بداية نترحم على جميع شهداء الوطن من عسكريين ومدنيين وقوات رديفة وأصدقاء قدموا دماء طاهرة على هذه الأرض التي تستحق منا كل التضحية بالغالي والنفيس. من يعرف معنى سوريا لا يبخل عليها بشيء، فهي الأم الحنون التي حضنت أبناء هذا الشعب العظيم عبر التاريخ. والشهادة ليست وليدة اليوم في حلب في سوريا وفي حلب خاصة، إنها متجذرة ومتأصلة في نفوس كل شرفاء سوريا الذين أثبتوا للعالم للقاصي والداني بأن الوطن غالي والوطن عزيز. يعني أستاذ جدوع تعجز الكلمات، بس حكيت عن الشهادة وعن عظمة الشهادة وحضرتك فقدت ثلاث أبناء فداء للوطن، فداء لسوريا. يعني اليوم نحن نعرف أنه ما في شيء بيجي هيك، أو ما في نصر بينكتب إلا بالدم. قدمت أولادك، يعني يمكن هيدا حكاية وقصة لحالة بتعبر قديش الإنسان السوري مؤمن بقضية بوطن. كيف تلقيت خبر استشهاد ابنائك؟ أنا كنت أمارس عملي كمحامي في القصر العدلي، فاتصل ابن شقيقي فطلب مني بدنا نغادر المحافظة لعمل. أنا كنت متوقع قبل بيوم موضوع أنه بدي يأتيني خبر عن أولادي، فكنت أراقبهم بكل لحظة وبكل ساعة وبحاول أتصل فيهم أو يتصلوا فيني. فاتجهنا إلى مدينة حما، حيث وصلني خبر بأنهم قد أصيبوا وفي العناية المشددة. ركبت بسيارتي واتجهت إلى حما، لكن أنا على الطريق إحساسي وشعوري بأن أبنائي قد استشهدوا، وهذا لم يكن أمرا غريبا، فأنا متوقع استشهادهم بأي لحظة بأي دقيقة، لأني أعلم العمل الموكل إلى أبنائي، فهم كانوا رأس حربة اقتحام في كل المعارك التي خاضوها. خالد ومصطفى وموسى، خبرنا أكثر عنهم. أبنائي ربيتهم على التربية الأول الإنسانية، ثم التربية الدينية، ثم التربية الخلقية والتربية الوطنية. فما يقومون ما قاموا به من أفعال كانوا يقومون بها عن قناعة، وأنا كنت أعلم منذ البداية ما خطط إلى سوريا والهدف منه، ولذلك أعدت أبنائي أعددتهم الإعداد الصحيح والسليم لأن يكونوا جاهزين لفداء هذا الوطن بكل ما يملكون. والحمد لله أن دماءهم لم تذهب رخيصة، وها نحن هنا جالسون نحتفل بنصر مدينة حلب، وهو نصر سوريا على كل من يحاول أن ينال من هذا الشعب ومن وحدة ترابه. فسوريا عشنا عليها واحدة موحدة، وسنورثها لأبنائنا كما نحن استلمناها من آبائنا. يعني بوجود حضرتك اليوم معنا وعم تحكي بهذا النفس، يعني ما في خوف فينا نقول على وطن بيربي أولاده على الحب، على التضحية وعلى الفداء. يمكن أسبوع على استشهاد أبنائك مضى، أسبوع مضى، ولكن من يومين أعلنت حلب منطقة آمنة. مشاعر مختلطة، مختلطة المشاعر، مختلطة فرحة النصر والحزن على الأكبر. لقد شاركت البارحة في القصر العدلي بالاحتفال الذي أقيم بمناسبة تحرير حلب، كأي مواطن في هذه المدينة يحتفل بالنصر الكبير. نحن أعددنا أبنائنا لهذا النصر فحصدنا النتيجة، ونحمد الله ونشكره أن هذه الدماء حققت الغاية التي أسيلت من أجلها. يعني تحرر
ولكن أبناء سوريا ما زالوا على الجبهات، ما زال هناك أراضي سورية بحاجة لسواعد أبنائها، ماذا تقول لهم؟ نحن سائرون إلى هذا النصر الكبير، ودفعنا بأبنائنا ودفعنا بمساعدة كل الشرفاء من العالم، سوف يتحقق لنا النصر. أنا قلتها وأقولها في كل جيوش العالم، الجيوش أثناء تقدمها تحتمي بالدبابات، إلا الجيش السوري فهم يتسابقون إلى الموت، فهم يحبون الموت كما يحب غيرهم الحياة. فبهذه النفس وفي هذه العزيمة على تحقيق النصر ستنتصر سوريا إن شاء الله، عاجلا أم آجلا. والفرحة الكبرى عندما يتحقق النصر لسوريا كلها، ويعود الشعب كما كان سابقا لنبني سوريا من جديد، لننهض من جديد. فسوريا عبر تاريخها تعرضت لأزمات، تعرضت لحروب، تعرضت لكوارث، ولكنها سرعان ما تنهض وتعيد لدورها في بناء الإنسانية وبناء الحضارة. نعم، يعني نرمين حكاية وقصة صمود اليوم مع الأستاذ جدوع المحمد. يعني كمان فينا نحكي شوي عن الفترة الصعبة اللي عاشها الحلبيين، يلي تعرض لها، تعرضت الساحات للقذائف، تعرضوا للموت واستشهد كثير، ولكن هناك أبناء مثل أبناء حضرتك اللي استشهدوا الله يرحمهم على الجبهات. يمكن في رسالة كأب فقد أبنائه على الجبهة ممكن توصلها للي عم يقاتلوا على الجبهات، يلي أيضا ضحيين بدمهم مشان الوطن. رسالة لكل شرفاء سوريا وخاصة رجال الجيش العربي السوري الذين أذهلوا العالم، تابعوا المشوار وحققوا النصر. فسوريا تستحق منكم ودمائكم، فأنتم لستوا أموات، إنكم كما وصفكم الله سبحانه وتعالى شهداء أحياء عند ربهم يرزقون. فلذلك أيها الجندي العربي السوري، تابع مشوارك وأثبت للعالم بأنك أنت القدوة لكل من يريد السلام في هذا العالم، في على وجه الكرة الأرضية. أثبتنا وسنثبت، تابع مشوارك، وهناك إخوة لك قد استشهدوا فأوكلوك أمانة أن تحقق النصر، لأن في النهاية نصركم هو نصر لكل الشعب العربي السوري. بالعودة لحديث عن أبنائك الثلاثة، الشهداء الثلاثة خالد ومصطفى وموسى المحمد، هم لم يرحلوا لأن فعلهم باقي الآن. نعم، ولكن من الذاكرة شو بتتذكر؟ شو كانوا يقولوا؟ حضرتك كنت عم تقول دائما هم موجودين على الخطوط الأولى، دائما عندهم هاي الروح القتالية والاندفاع. شو كانوا يقولوا عن اللحظات؟ شو كانوا يخبروك لما يرجعوا من المعارك؟ أنا اتصلت معهم قبل استشهادهم بساعة، فكنت دائما على تواصل معهم وأشحن من حزيمتهم وأطلب منهم طلب واحد، ألا تتفرقوا. فكانوا يقولون إن الموت لن يفرقنا، وأثبتوا للعالم أن الموت لم يفرقهم، عاشوا مع بعضهم واستشهدوا مع بعضهم. نسأل الله أن يكتب لهم الجنة ويجعلهم في عليين مع الشهداء والصديقين والأنبياء. الله يرحمهم. كده يمكن الإيمان يلي حضرتك عم تحكي فيه انه هن بمكان افضل، اكيد يلي استشهد هو اكيد بمكان مريح بالجنه. العزاء اكيد لحضرتك، للام، لام الشهداء الثلاثه، ام اولادك يلي ايضا كمان متاثره شوي، اكيد بدنا نقدم العزاء لها والعزاء لك. يعني ما فيني، بدنا نوصف هيك شوي كيف كمان تلقت هذا الخبر. يعني هي كأم قلت لك نحن عايشين في جو المعركة، أنا طيل فترة وجودي على الجبهات فأنا عايش بينهم وتتابع أخبارهم، والأم أيضا تتابع أخبار أبنائها. ونحن مؤمنون بالقضاء والقدر، وهو أحد شروط الإيمان، بخيره وشره. فأنا سيموتون، ولكن كان فرحة الكبرى أنهم ماتوا ميتة مشرفة أفتخر بهم، ويفتخر كل الشعب السوري بهذه الاستشهاد أبنائي الذين قدموا كل شيء في سبيل هذا الوطن. نعم، يعني بختام حديثنا مع حضرتك من حلب لكل العالم رسالتك، تفضل. حلب دائما كانت درة الشرق الأوسط، وستعود إن شاء الله كما كانت. وأطلب من كل الحلبيين المتواجدين في كل بقاع الأرض أن يعودوا إلى وطنهم.
أن نعمل سوية لإعادة المكانة الطبيعية لمدينة حلب كما كانت سابقا ونحو الأفضل إن شاء الله، وستعود، وهذا هو أملنا من الجميع إن شاء الله. يعني نحن بنتعلم منكم الصمود، نتعلم من هذا الكلام قديش نحن لازم نكون أقوياء بوجه جميع أنواع الإرهاب، وأكيد القوة والصمود هي نتيجته النصر. كل الشكر لك وكل العزاء لحضرتك، كل العزاء لجميع العائلة، الله يرحم أولادك والله يرحم شهداء سوريا. آمين يا رب. بشكركم وبشكر الإخبارية السورية على هذا اللقاء التاريخي بالنسبة لي، لأن أوصل صوتي إلى كل آباء الجنود المقاتلون ألا تخافوا على أبنائكم، وما سيكتبه الله سيكتبه لهم، ونسأل الله أن يتمم المشوار في النهاية ونحقق النصر الأكبر لسوريا.